السلام عليكم ابطال، معاك اخوكم بالك من الفيديو بتاع النهارده. وطبعا الفيديو ده كلكم كنتوا مستنينه، بتاع المواجهه النهائيه بتاعتي في بطوله قطرو. فالنهارده عندنا رومين، لان النهارده كان المفروض يتلعب رومين والناس تتاهل قصه طويله كده يعني. فانا لعبت اتنين النهارده، لعبت كوردو ولعبت فرانكو. فقبل ما تبدا الفيديو بس عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، تعمل لايك للفيديو ده، ولو انت مش مشترك تعمل اشتراك، وبجد هتتفرج على حاجه عظمه جدا. وعايز افكرك ان النهارده في توزيع رويال باس على اللايف بتاعي في البيجو، وده الاي دي بتاعي، وهتلاقي الرابط بتاع البيجو بتاعي تحت في القناه. حمل البيجو ويلا عشان تكسب رويال باس لو انت لسه مش حانش السيزون الجديد. وهتلاقيني لايف النهارده على البيجو، فمش هحرق عليك، يلا بينا. ما تنساش باخر الفيديو كمان، عايزك بس كده في كام كلمه مهمه احضرهم، ما تنساش. لا وضروري يا جدعان، بجد والله ضروري بجد المره دي. اذا كان ده كسب او ده خسر، الاثنين اساطير اقسم بالله. بنشوف عندنا بلاك اللاعب المصري وكردو عراق. النتيجه النتيجه متحمس النهارده. يا اهلا منورين شباب، ويلكم. عندنا كردو وبلاك، مين راح يكون الكل الاول؟ مين راح يمسك الاول؟ مش عارف. اثنيناتهم اقوياء على فكره، والاثنين بي سي. اي اثنيناتهم بي سي، فالله يستر. بس بلاك ولا كردو؟ بلاك ولا كردو؟ مين راح يكون الاول؟ روح يا للسبري يا عمري. دمج بعضهم اثنيناتهم. كيف مش وقت قطر شاد الناس قد فانكلان؟ هالايام امونا، هالايام راح يسوي، يمكن حتى اليوم، ليش لا؟ يمكن او بكره. بلاك يا عمري كفو اول كل. بلاك خلينا نتفرج على بلاك. والله المباراة هاي صعبة على فكرة. اثنين بي سي والاثنين اقوياء قوي. الاثنين يلعبون بعض، الثاني يلعبون. كردو معه معلم. علم حلوة. يلا يا بلاك، يلا يا كردو. ايه يلا. حلوة حلوة حلوة، بداية حلوة. هذا الربع النهائي شباب اليوم، بس اثنين راح يتأهلوا، بس اثنين. النهائي ان شاء الله هيبقى عند قطرو باذن الله. بالضبط شباب، لايكات للبث، ما حط لايك، شاركونا البث تفضلوا. ليس امرد منورين جميعا. لايك كده اخواتي بالحب، ما تنساش اللايك. يعني هو ده دعمك لينا بس. والله لايك يا شباب، والله ده دعمك. حلو جميل. يا عمري على بالك اسطوره يا جدع. مين واحد؟ وحش. يلا يا كردو. والله كلهم عم يقولوا بلاك بالتعليقات. الاثنين صحاب عارفين اللي لعبوا بعض. ايه لتيفا زنتانا، وين زنتانا؟ خسر يا عمري البوش بطل. 3-0 3-0 صعبها علي بلك. لسه مرتبك كردو، بس راح يرجع. صدقني راح يرجع. هيرجع، هيعمل دروب التاتا بس مع اول كلمة. بدا كردو بدا يتعود على الوضع. اسطورة، شوف الجنب. جاب اسطوري الصراحه. بلاك كمان مش سهل والله يا زار. الاثنين اقسم بالله، والله الاثنين اثنين لعيبه تقال. الاثنين يا عمري يا جدع اسطوره، يا جدع اسطوره اسطوره. لفلك يا لا 4-1 فرعون. ايه راح يلعب فرانكو ضد داش؟ يلعب فرانكو اليوم. هي ولا مو هي. بلاك كردو. يا عمري على الفرعون. يلعب اسطورة فرعون. 5-1. مين استوقع؟ فرعون ما بيرحمش يا جدع. دي اسمها لعنة الفراعنة كردو. لعنة الفراعنة. والله شاله دم نص شاله. بالله البرون اسطوري. يا لا كردو، يا لا لعيب لعيب كبير. يا لا كردو فرانك راح يلعب اليوم. يا شباب راح يلعب. منورين. كفو على اللايكات. كفو. شوف. وحش يا جدع. انا قلت راح يموت. كبير. بالله قلت راح يموت. كبير. والله. لعيب كبير. يلعب. عاش. اسطير. يلا يا بلاك، يلا الوحش المصري. 5-3 طلب كلين. حلوة الرجعة بتاعت كردو الصراحة. يا عمري على كردو يا اسطورة. والله بدي عمري رومونتادا نايس كل. وحش يا جدع، وحش فرق كل وحش. يلا يا كردو
كردو يعملها عنده فرصة انه يفجر حاله على شنخولته ودرعه بس ما بس الصراحة لعبه محترم قوي محترم الصراحة ما قتلش نفسه بالفايت اسطورة اسطورة وحش البطولة الفرانكو والله كل شيء كل شيء ما يجوز يلا يا بلاك والله مش عارف الشاشة التانية مطفية ما عم يشوف بس كفو شباب ما يقصروا اللايك اساطير 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 والله العظيم الشاب هو ده الدعم شباب والله كفو كفو يا عمري على البكات الاثنين يلعبوا بكاس سريعة تيم خدت بالك؟ اثنيناتهم من نوادر لما تلاقيها في البي سي دي وحش يا عمري كل بلد خلاص وحش هيك يلعب بكات حلوة يا بكات فخمة قوي شوف هاي البكات اللي اقصد عيب الاثنين يا جدع يا عمري على الجامب اسطورة كفو فرق اربع كيلات أربع دقائق باقية والله يقدر كردو يرجع فكرة يقدر لسه بدري لسه بدري يلا يا عمري أساطير أقسم بالله واو واحد واو يلعب بلاك يلعب ما ينزحش البرعون كردو عم يبش عشان ينعوض كل الفرق كلات بلاك لعبة حلو يلعب كبر والله كفو ودمناك كتير شباب نايس 100 لايك 100 لايك شباب على 1500 لايك يلا تقدروا 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 100 لايك سهله سهله والله والله شال هم غيروا شكل اللايكات تيف ولا انا عارف مش عارف انا احنا جايبين كم لايك والله كردو كمان عم يلعب كفرات حلوة ما يقدر والله واجه الوجه ما يتواجه ما يتواجه فرعون ما يتواجه يا جدع بلاك لعبة اسطوري في تديام يا اخي اسطوري شوف 3 شهور شوف بلاك يمسك لك هيك يبيك عليك انسى تجيبه بتواجه شوف انسى تجيبه اذا مسك عليك بيكات هاي مستحيل انسى قوي 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 خلي بالك اذا مسك لك هيك خلاص انسى اوه ما فيك لعيب ما فيك خلي يا وحش اسطورة 6 فرق 6 نقاط دقيقتين معقول معقول دقيقتين ما فيش حاجة مش معقول تيب ممكن 90% لا اوه دمجة الاثنين دمجوا بعض بطل 8 4 باقي دقيقتين دقيقة ونص يعملها بس كوردو خدها رايحة يا عمري الدمج البيك هنا يطلع يلعب طيب وحش هاي اللي قصدك عليها هاي اللي لسه هاي اللي لسه قوي حيل يا عمري اسطورة اسطورة دقيقة باقي اتوقع ديب 5 كل يحاول يفش عشان يجيب كلات بس ما يقدر خلاص وحوش وحوش اقسم بالله الاثنين وحش كفو ايش عم يسوي برا بلاك انت فايز حتى اللي يقتلك ما راح يجيب عدد يا اخي شوف حاط ديام قسم بالله كفو كفو البلاك كفو الكردو والله ما قصرت وسطير عاش تديكم والله كفو كفو كردو عاش ابطال اقسم بالله اقسم بالله ابطال وحوش الله كفو 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 اول واحد تاهل معنا بلاك بدي راح يلعب بلاك ضد مين الله اعلم المهم اليوم لازم بس Team match, let's go.
red team. Cover me. No mercy. Reloading. Target down. يا نهار اسود. يا لهوي على دمك عاش. الكفر ايه؟ ماشي يا اسطى، انت تمام يا اسطى، انت تمام. Reloading. انت بتلعب. احتراف. احترف اقسم بالله. جامد اقسم بالله يا جدعان، جامد. لسه انا جديد في اللعبة. عاش عاش. Reloading. Cover me. Red team victory. ايه يا اسطى نبدأ نجري ورا بعض؟ محترف يا اسطى، عاش. فرانكو ده لعيب يا جدعان والله، اللي بيقولوا على فرانكو ده هاكر يا جدعان مش فاهم فيها حاجة يا جدعان. زي ما انتم شفتوا كده يا جدعان، دلوقتي انا كان بقالي مثلا حوالي 4 شهور ونص ما خسرتش، بس خسرت النهارده. وطبعا اللعبة مكسب وخسارة، وحتى لما خسرت انا عارف ان انا على مستوايا، وكلنا عارفين الدنيا فيها ايه، بدون التطرق لأي مواضيع جانبية أو إن في مشكلة أو. أنا لعبي كان كويس وكنت بواجه، مش فارقة معايا. الدور بقى على الناس يعني، مش هتكلم. بس لما خسرت وانا بواجه وبروح، ها بس ايه. وبالنسبه لتحديات المستودع خلاص، تاني مش هعمل رقم بقى وشهور وبتاع، عادي بقى هلعب مع الناس زي ما هم بيلعبوا. كسبت خسرت عادي،
طالما اللعبة بقى كده بقى احلى مسا عليكم يا جدعان، نورتوني. نشوفكم بكرة الساعة 4:30 يعني، او 5:30. من 4:30 ل 5:30 استنى نوتيفيكيشن. لو انت مش مشغل اشعارات، لو انت مش مشغل اشعارات شغل اشعارات، عشان من 4:30 ل 5:30 بنطلع كده مع بعض في لايف النهاردة يا 7 يا 9. نشوفكم في اللايف يا اخواتي.